السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كيف كتشوفوا اليوم بلا ما نطول عليكم في المقدمة، الوصفة ديالنا اليوم هي وصفة ديال البيتزا. غادي نديرها لكم ان شاء الله اليوم بالخميرة البلدية اللي فايتها حضرت معكم سابقا، وغادي نديرها بحشوتين مختلفين على المرة اللي فاتت. كنتمنى تتبعوا معايا الوصفة من الاول حتى الاخر. الحشوة ما عرفتش واش بانت لكم في التصاور كتبان ولا ما كتبانش، نخلي لكم مفاجأة تكتشفوها معايا خلال الفيديو. دابا نخليكم مع الوصفة وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو في هاد البيتزا، عندي هنا 900 غرام ديال الدقيق الفورس، الدقيق الأبيض، وعندي هنا 150 غرام ديال الخميرة البلدية اللي فايت صوبت معاكم. غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف، وغادي نخليه لكم حتى الفوق في هاد لاي اللي كتشوفوا الفوق، الا كليكيتو عليها غادي يديكم نيشان للفيديو ديال الخميره البلديه. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، ثلاثه المعالق كبار ديال زيت الزيتون، معلقه صغيره ديال السنيده ولا معلقه صغيره ديال العسل اللي بغيتو نتوما اللي كتفضلوا، وعندي هنا شويه ديال الزعتر، وعندي هنا تقريبا واحد 400 مللتر ديال الماء يكون دافي شويه. بسم الله نبداو لنا العجينه ديالنا. غادي نديرو اول حاجه نديرو السكر، نديرو الوسط بالحا، نديروها في الجناب، الزيت، الزعتر، نتمنى تكونوا جربتوا هذه الوصفه ديال الخميره. انا كنصاوبتها معكم شحال هادي بينه بينه، كلشي عارف الفوائد ديال الخميره البلديه، هي كتعطل في الخميره ولكن الواحد يدير حسابه ويعجنها قبل بوقت. حاول ندوبها واحد شويه، شوفوا هاي العجينه ديالي دابا موجوده، هذا هو القوام ديالها، وخاص بان لكم مرفوفه، هذا هو القوام ديالها اللي خصو يكون صافي. دابا انا غادي نغطيها، كيف عارفين الخميره البلديه كيف قلت لكم راه كتاخذ الوقت بزاف في الخميره، انا غادي نخليها حتى 24 ساعه. العجينه ديالي من بعد ما دازت 24 ساعه كيف كتشوفوا ها هي تبارك الله خمرات خمرات طلعات، عرفت لكم ديك الريحه ديال الخميره البلديه كتطلع فيها واحد الريحه في شكل زوينه، المهم زوينه. ودابا انا غادي ندير شويه ديال الدقيق، هنا متخافوش من الدقيق بحال اللي قلت لكم في الفيديو ديال البيتزا ديال المره اللي دازت، غادي نديرو الدقيق حيت العجينه كنديروها مرفوفه شويه باش ما تجيناش دايره، باش ما تجيناش باش ما تلصقش لينا في البلان دو طراي. غادي نقسمها على جوج، انا بغيت هاد الكميه هادي غندير منها جوج ديال داك البيتزا. صافي نحاول نطلق هاد خمرات على خطرها على خطرها، خلينا هنيت على خويطر خويطرها. من بعد ما طلقت العجينه ديالي كامله درتها في الطاوات وقديتها على الجناب ديال الطاوه بغير بيدي، كتبقاو غير كتدفعوا بصباعكم العجينه كيف وريتكم في الفيديو اللي فات ديال البيتزا باش ما كتخسروش ليها التخمير ديالها. صافي غنخليها على جنب ونوجد الحشوه ديالي. بالنسبه لهاد هاد جوج ديال لي بيتزا اللي غادي ندير اليوم، هادو هما الحشوات اللي غادي ندير فيهم. غادي ندير وحده بالقرعه خضراء مقطعه هكا رقيقه، راه ما مسلوقه ما مشويه ما حتى شي حاجه، هكا غير مقطعه رقيقه. غادي ندير القرعه الخضراء والطون مع لاصوص ديال المطيشه، لاصوص ديال المطيشه، وغادي ندير وحده بلاصوص ديال المطيشه مع شويه ديال السوسيس مشحر في المقله ولا فخيت، هذيك كتجي زوين، جربوها لوليداتكم وتشوفوا كتعجبهم، كتعجبهم بزاف هاد النوع ديال البيتزا.
وعندي هنا شويه ديال الزعتر، وعندي الموتزاريلا بطبيعه الحال. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج للحشوات ديالي اليوم. ندوزو دابا نعمرو العجينه ديالنا. بالنسبه للقرعه غادي ندير عليها شويه ديال الملحه باش نسلها شويه ما تجينيش باسله. شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ما كيعجبوش الناس هاد البزار في هذا ما يديروش. ندير شويه ديال الزعتر، شويه ديال زيت الزيتون، صافي نحطها على جنب. ناخذ العجينه ديالي. اول حاجه غادي ندير هي لاصوص ديال مطيشه. غادي ندير لاصوص ديال مطيشه الاولى. مهم جدا تخليو شويه العجينه ترتاح باش تصاوبوا البيتزا، ماشي غير تطلقوها بما وجدتوا الحشوه ديالكم. خليوها بحال كتراجع شويه باش كتجيكم مفشفشه، باش كتبغي باش كطيبو كتبغيو تاكلوها كتجيكم شويه مفشفشه، كتجيكم قاصحه بحال عصير. العجينه كل ما ارتاحت كل ما كتعطي نتيجه احسن. صافي غادي ندير الصوصيس ديالي، غادي نفرقو هكا شويه على وزعت الصوصيس ديالي على البيتزا كاملة. غادي ندير لي فخيت غير هكا عشوائيين. صافي غادي ندير الموتزاريلا. الفران قلت لكم العافيه تكون من هذا من التحت حتى كطيب لينا، وديك الساعه نشعلوا عليها شويه من الفوق. صافي انا غادي ندخل دابا هذه الفران ونوجدوا البيتزا الاخرى. بالنسبه للبيتزا الثانيه غادي ناخذ لاصوص طوماط، وانا غادي ندهن العجينه ديالي كامله هكا كيف كتشوفوا بالصوص. غادي نزيد في القريعات ديالي هكا بأي طريقه عشوائيه، ماشي بالضروره غادي نقادوهم ونزفوهم، حنا نحاولوا نوزعوها على العجينه كامله تجينا فيها القرعه. صافي غادي ندير الطون حتى هو الطون، الا ما بغيتوش ديروه ما ديروش، راه هو كيبننها. باش ديروا القرعه بوحدها راه كتجي زوينه، اللي بغى يبننها بشويه ديال الطون. حنا ديما خصنا نقلبوا الحاجه اللي تبنن عادي. ندير شويه ديال الزعتر من الفوق. صافي نديرو هكا خويط ديال الزيت. صافي ندخلوها للفران حتى هي نشعلو عليها من التحت حتى طيب من التحت، ونشعلو عليها الفوق غير باش تحمر لينا شويه من اللوجه يذوب الفرماج، ونتلاقاو من بعد ملي يطيبو لينا البيتزا ديالنا. جات من الفران بعد ما طابت، نتوما كتشوفوا كي جات المنظر ديالها كيجهي محمره من التحت، واش تبان لكم ولا لا؟ هانتوما طايبه من التحت ما تخلاش تحمر بزاف باش ما تجينيش قاصحه. دابا غادي نتسناو البيتزا الاخرى غادي طيب حتى هي باش نقطعوهم بجوج، نوريكم الاخرى حتى هي في الشكل النهائي ديالها. هاي البيتزا ديال القرعه حتى هي خرجتها من الفران، كتشوفوا هي كيفاش جات القرعه ديالي صافي طابت.
دابا غادي ندوز نقطعهم معكم ونقدمهم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. بعد ما قطعت البيتزا كتشوفوا جات على هذا الشكل، هذا كتجي رطبه وهشيشه كيف كتشوفوا انتوما، كتجي طيبه وغزاله. كنصحكم باش تجربوها بهاد الحشوات هادو، كيجيو زوينين غزالين بنانين. هاد الدراري كيتخطفوا عليها، ما نقول لكمش دابا غادي غنحطها في الطابله ما غاديش نلقاها. كنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم وتجربوها ان شاء الله بحال اللي جربتوا البيتزات اللي سبقوا وعجبوكم. كنتمنى نلقاكم في فرصه مقبله ان شاء الله، فيديو جديد بالصحه والسلامه. السلام عليكم.